بسم الله الرحمن الرحيم. متابعة الموضوع اللي تحدثنا عنه سابقا شباب، إن شاء الله حكينا المرة الماضية عن موضوع الإكسترود على مستوى اللاين، وهذا الموضوع بالذات رح يأخذ معنا محور أكبر من الشيء البسيط اللي إحنا شفناه امتداد للاين وبصير معاي صفيحة. طبعا أكيد أنت بتعرف إنه هاي الصفيحة اللي ظهرت معاي في الشغل السابق كأوبجكت ممكن أعملها إديتابل و أضلل البوليجون اللي موجود فيها ومن ثم أصنع عليها إكسترود حتى أعمل لهاي الصفيحة سماكة. اليوم راح أحكي برضو على مواضيع مشتركة، وإحنا أخذنا شيء مشابه لها سابقا في مادة الأساسيات، ومن باب التذكير والتنويه راح نشوف أول موضوع اللي هو الليث. الليث اللي إحنا بنتذكره فيه، اللي كنت أستخدمه اللي دوران لاين على محور تبع المسهرية اللي صح؟ يس، لدوران لاين على محور الواي أكسس، بحيث إنه يبني معاي جيومتري ثلاثي الأبعاد أو شكل ثلاثي الأبعاد زي ما تفضل زميلكم المزهرية أو الفازة. فرح أطبقه اليوم فيه من خلال برنامج الماكس، لكن بطريقة شوي مختلفة عن الشيء اللي إحنا تعودنا. وما بننسى إنه هذه المواضيع اللي إحنا الآن في صدد الكلام عنها كلها بتشتغل على اللاين. رح أخذ شكل بسيط جدا لاين من تو فيرتكس وأجرب عليه الليث. عملت اللاين مش معقد حتى تفهم معاي اكزاكتلي شو اللي مطلوب. من قائمة موديفاي دروب داون منيو رح أختار الليث، هاي الشكل الجيومتري اللي ظهر معي، هذا هو الشكل. طب احنا الليث مش هيك متعودين انه يشتغل. احنا متعودين انه الليث يتحرك على محور الواي اكسس، هذا في السينما 4D. في برنامج 3D ماكس الليث بتحرك على ثلاث محاور او على ثلاث اجزاء من محور الواي اكسس. هلا انت يمكن واضح معك اول ما عملت عليه كليك وطفيته هون بين معك وين بدور. وين بدور هذا الخط؟ يدور على الشمال دكتور. لا مش على الشمال، هو اللي احنا بنفكر فيه انه يدور على الشمال هون على الخط هذا. يدور على الخط اللونه اصفر اللي موجود هون. مزبوط. هيو ارجع اظهره، بدور عليه بحيث انه بنالي هذا الشكل. الان من خصائص الليث بيسالني ثلاث اسئله مهمه ولازم اجاوب عليها، او هو سؤال واحد في ثلاث خيارات لازم اجاوب عليه، انه بحكي لي هذا اللاين اللي انت رسمت وين بدك اياه يدور. عندي ثلاث اجابات. الاجابه الاولى على المينيمم اللي هي اول نقطه على يسار الشكل او اول نقطه على يمين محور الواي اكسس اللي هي هاي. اثنين السنتر تاع اللاين او السنتر تاع الاوبجكت اللي انا رسمته هو اللاين اوبجكت. وثلاثه على الماكسيمم من هون بده يدور. هاي يعني دكتور في البدايه وفي النهايه وفي الوسط. يس هايهم، مينيمم شوف وين راح، سنتر، ماكسيمم. طبعا هذا الخط بيظهر معك اذا انك طافي الليث. هذا الشكل على الماكسيمم بدور هيو هيك الشكل على السنتر، الشكل اللي شفناه من شوي، وعلى المينيمم هذا هو الشكل. وبصراحه انا هذا هو الشكل اللي ببحث عليه. نطبق شيء مختلف. اذا بتتذكر في السينما 4D دائما كنت اجبرك ترسم على يمين محور الواي اكسس، لا هنا ارسم وين ما بدك. لو اشتغلنا لاين كورنر كورنر ما عندي مشكلة، هاي هون ثلاث نقاط، خلينا نعمل الفازة ما غيرها عشان هون بده تصير زاوية، وهنا زاوية أكبر مثلا. وبرجع لخصائص اللاين اللي راح أعدل عليها شوي، هاي النقطة اللي هون رايت كليك سموث، وهذول التنتين سموث.
هاي النقطة نغير مكانها، يعني تحاول تصنع الأوبجكت بالطريقة اللي أنت بتشوفها مناسبة. هاي تحولت لسموث ولا لا؟ لا. هذا هو اللاين اللي أنا بدي إياه. من الدروب داون منيو بنختار ليث، هي الأوبجكت أز جيومتري ماكسيمم سنتر مينيمم، هاي الشكل اللي احنا بنبحث عنه. شوف وين ما بدك بتغير مكانه وبتشتغل عليه بدون إرباك. بدك شكل آخر فوقيه ترسم شكل آخر وبتشتغل عليه ليث بنفس الطريقة. نجرب بس شيء نهائي، عندهم خيار الكاب، هذا بيستخدم للأشكال المغلقة، إنه بسكر الأشكال المغلقة زي ما شفنا المرة الماضية. يعني الليث بسيط، 90% من الشغل اللي إحنا بدنا نشتغل فيه بده يتبادر لذهنك أشياء، يعني عناصر شبه الأواني، كاسات، مطرة مي، مطرة كولا، رجل طاولة على سبيل المثال، يعني أي شيء هندسي متماثل، ركز، أي شكل هندسي متماثل من الممكن إني أنا أرسم، أعطيني إياه هون، من الممكن إني أنا أرسم المسقط الجانبي تاعته، أفضل خيار إلي أشتغل على الليث. طيب وجه بني آدم ممكن أعمله على الليث؟ دكتور لا، لأنه مش متماثل. لا مش متماثل، لكن لو على سبيل المثال، على سبيل المثال أنا وإنت في عنا شخصية كرتونية، ما في نقدر ما في نتخيل يعني فيش شيء معين ببالي، بس يعني لو في عندي شخصية كرتونية، مو دكتور أنا بقدر أساوي أي شكل وبقول لك هذا شخصية كرتونية، صحيح. يعني بزبط على حكيك، يعني الفاز اللي انت سويتها هاي ممكن اقول لك انه هاي شخصيه كرتونيه. صحيح كلامك، يعني انا بفكر بس بدي اعمل الهيد، راس الكاركتر، هاي ليث، هاي مينيمم. اوكي، في اي لحظه وفي اي زمان ممكن اجي انا هون على الليث، على اللاين، على الفيرتكس، اعدل الفيرتكس، مع اني ما بحب اعدل الفيرتكس على شاشه البرسبكتيف الا اذا كنت مسيطر على الشكل. شوف يعني بداية جيدة، يعني اشتغلتها سريع سريع وكانت بداية جيدة. ممكن اني اعدل عليه واضبطه بحيث انه فعلا اعمل موديل او راس او هيد لكاركتر واشتغل عليه لاحقا، بس الشرط اللي هي الكلمة الاولى اللي احنا حكيناها، يجب ان يكون متماثل، يعني وين ملفيته العنصر بيشبه بعض. تمام، يعني لو طلبت منك تعمل لي كاسة ورق، كاسة بيبسي زي اللي بتنباع في المطاعم، أكيد راح تتمكن إنك تعملها، وهيها شغلة بسيطة جدا. لاين، شوف أنا ما بحب السموث، ما بحب السموث لأني متى ما بدي بها يعني بسيطر على موضوع الكورنر أكثر من السموث. هاي الكاسة مثلاً وعملتها سابقاً، هاي الغطاية تاعتها، شوف هذا الحجم رح يطلع كثير كبير. هاي ليث للغطاي مينيمم، أنا هيك متعود. إذا أنت بدك ترسم بالطريقة اللي تستخدم الماكسيمم ارسم، وهاي ليث للقاعدة، شوف حجمها، هيها هون، شوف ضللها هون وبكبس زد، رايت كليك زد، حجمها كثير كبير. كيف بدي أصغرها؟ برجع لكل عنصر، لللاين، لأنها هي بتدور حول هذا المحور، هاي هون، فبضل النقطتين هذول وبقربهم للأسفل. ارجع عمل كليك على الليث بتبين معك الغطاء اللي هون. أهم شيء
نوهت له برجع بنوه له انك تكون حذر اثناء عمليه الرسم، انك بس تخلص لازم تترك الفيرتكس. شوف المسافه هاي اللي هون ما بتقرقني لانها اصلا ما بتبينها، ما بتبين، بدك تزيح هاي على الماكسيمم، زيح، لازم تترك الفيرتكس هاي الشكل. بدك تعمل فتحة هون في المنتصف، موضوع بسيط جدا، رجع للفيرتكس، زيحها على اليمين، ارجع للليث. ويمكن اللي بتذكر الفصل الماضي عملنا نفس الشيء وحطينا هون شلمونة أو السويب، بس احنا لغاية الآن ما اشتغلنا على السويب لأنها النكست ستيب بتاعتنا السويب. هذا هو كل ما يتعلق بالليث. متى بتقرر انك تستخدم ليث؟ اذا كان الشكل الموجود امامك متماثل. الجزئية الثانية اللي احنا بدنا نشتغل عليها اللي هي السويب. خلي لي هذا الكاسة هاي هون ديليت، الكاسة خليها والباقي العناصر ديليت، وهي ريست للي اوت. اللهم صل على سيدنا محمد. بدنا نشتغل على السويب. السويب بالذات يختلف عن كل ما تعلم أو كل ما تعلمت في مادة السينما 4D. شوف دائما أنا دائما بضلني أراجع لك، أحكي لك مادة السينما 4D، مادة الأساسيات، حتى تشوف الفروقات في السوفت وير اللي أنت تعمل عليها. رح نيجي على قائمة كرييت على لاين، برضو نرسم، بزبطش لاين يعني. مستقيم، ليش ما بزبط لاين مستقيم؟ لأنه راح تحس إنه مكعب صار معك. هاي نشوف كيف ممكن أنا أحول هاي الأشكال ثنائية الأبعاد أو هاي الخطوط إلى شكل ثلاثي الأبعاد. بكل بساطة نمسك اللاين للموديفاير ليست، هاي كمان سويب، سويب يعني أنبوب. شوف شكل اللاين لإيش تحول، لإيش يا شباب؟ لإيش؟ لزاوية، لزاوية تحديد دكتور. إيه؟ لزاوية، زاوية، زاوية. زاوية. بس أو الماسورة. لا بس هي زاوية. أها. هذا دكتور هذا السويب اللي زي تبني ممر كماسورة بس بتجي زي الأنبوب. أيوة. بس إذا بتتذكر ما بزبط يكون في الشعبة بس يحيى. إذا بتتذكر يا يحيى. السويب أيام ما كنا نرسمه في السينما 4D كنت أحكي لك حتى ترسم شكل أنبوب أنت بحاجة إلى خط وشكل هندسي، مسار. أيوة مزبوط. المسار والشكل الهندسي اللي بده يركب على المسار. مزبوط. ذكرت السويب في الماكس بيختلف، أرسم الشكل اللي بدك إياه وهو بيعطيك الأشكال الهندسية من عنده. الأشكال الهندسية من عنده اللي أعطاني الديفولت حرف ال أو سماه يحيى الزاوية حرف ال. لا طلع على خصائص السويب، في بار وفي شانل وفي سيلندر وفي بايب وفي أشكال كثير. كل واحد من هاي الأشكال لازم تفحصه وتجربه أنت. ليش؟ عشان تشوف خصائصه تحت البراميتر تاعته. هاي خصائص الطول والعرض، وأكيد لازم يكون عندي السماكة كمان. كل واحد من هذول بيختلف عن الثاني. فهي في إلها كورنر راديوس 1، شايفين الكورنر راديوس 1 اللي بيعدل عليها اللي برا، هيو كورنر راديوس 2 اللي جوا. فكل شكل من هاي الأشكال ممكن إنك تطلع على خصائصه وتشوف شو ممكن إنك تشتغل عليه. طب هذا الشكل اللي هون نجرب، حكينا اسم الأمر سويب، بتغير فيه حسب الشيء اللي بدك إياه. هاي خصائص هون، في عندي تحت ميرور، شوف بيقلبه، في عندي الاكس اوفست هاي
في عندي الانجل الشكل الايج شكل البيضة هاي اللي هون ممكن ادورها. طبعا ما ينطبق عليها ينطبق على اي شكل اخر. يمكن لو جيت للتي هو اكثر واحد ببين التي والشانل انه ببين. بس تروح تجرب على سفير اسف على سيركل ما بتبين معك. بس بصراحة كثير مهمة هاي بتريحني بالشغل اللي بشتغل فيه. طيب البرنامج معقول بس رح يعطيني هدول؟ لا يعطيك أكثر من ذلك. ما عنده أي مشكلة بيجي بحكي لك أنت أرسم لي الإشي اللي بدك إياه عادي. بحكي له أنا مثلا بدي أعمل شارع الشارع هيك شكله أوكي ممكن يطلع حجمه شوي كبير. مش رح أشتغله باحترافية سريع جدا شايف إشي أكبر من إشي وإشي مايل بس تقدر ترسمه. Close spline yes كثير بشع منظره. يلا مش مهم ممكن أنا أرسم شكل وأحكي لللاين أنت شكلك موديل الشكل اللي أنا رسمته بنفس الطريقة. بمسك اللاين modify sweep already أنا ضايفها. هلأ أنا كنت أختار من شوي use built in section الأشكال الجاهزة. في عندي هون use custom section custom إشي أنا صنعته هاي use custom. في عندي pick هون وباخذ الشكل بينزل على اللاين. هاي زي بالسينما 4D صح دكتور اللي هي yes. تحط عليها شكل. نعم هو الكستم هاي بسموها. نعم البلت ان سكشن اشياء جاهزه منه. الكستم اشي انا صنعته بس هي ماي لهون لاني انا مغير زاويه الدوران. هاي 90 اه فهمت عليك دكتور. بتعرف سابق ولاحق يا يحيى؟ اه نفس المضمار تاع سابق ولاحق. ايوه الله يرضى عليك. طيب شوف يعني الموضوع بسيط بس من باب التجربه انا وياك نجرب اشي. لو اجينا هون وبصراحة لأول مرة راح أجربه أنا أجي أخذ تكست وأحكي له مثلا حرف الـ A Enter وأشوف بالله بده يرضى إنه يحول لي اللاين هذا لحرف الـ A ولا لا. Modify Custom Section Pick حرف الـ A حوله. حولوا يا شباب؟ اه حولوا حولوا بس هذا ليش هون معجوق؟ معجوق لانه في زاويه كثير كبيره وحرف الاي كثير كبير. زاويه كثير حاده وحرف الاي حجمه كبير. ويا اما بتصلح الزاويه اللي هون او انك بتصغر حرف الاي. فويتش جود. وانا اصلا وانا بجرب معك حكيت اذا ما زبط معي حرف الاي هذا بس ثواني حرف الاي هو نص ممكن احوله ل editable spline ارجعه لخط بزبط برضه. تفضل. احنا دكتور بس للتذكير احنا عشان نخلي الحرف كشكل هندسي او جيومتري كنا نحط الحرف ونحط عليه اكسترود صح؟ صح بصير عندنا زي الشكل هذا في السينما 4D نفس الطريقه بال 3D ماكس. اه هسه هذا الكلام احنا سويناه المره الماضيه. ايوه انا بس عشان اتذكر بس اه هذا الحكي احنا عملناه المره الماضيه. لكن شكل الإكسترود على مستوى اللاين هيا شوف غير سوري شكل الإكسترود على التكست غير ما يكون بيختلف عن التكست على السويب. السويب الحرف أو الكلام بيمشي على اللاين. الإكسترود بيتحرك معك بس. آه يتحرك معك للأمام وللخلف بس بقدر أثني؟ لا ما بقدر أثني. بدك تثني بترجع للإشي اللي حكينا عنه المحاضرة الماضية اللي هو البند. بس إذا عندك نية تثني حرف الـ A زيد السيجمنت عليه. أوكي؟ هاي. أوكي هاي سويب. نرجع للكاسة هاي الغريبة اللي هون هاي حرف الزد رايت كليك على الويندو اللي فوق زد عشان أرسم اللاين تاعها.
هي اللاين اي سويب شو نوعه بايب بايب عشان يعطيني اياه مفتوح وبتنزل نصف القطر الداخلي والخارجي بحيث انك تحصل على الشكل النهائي تمام يا شباب هيك احنا بنكون حكينا عن الاكسترود والسويب اللهم صل على سيدنا محمد وايش كمان واللوفت اسف والليث هذول الثلاث اكسترود سويب ليث كثير مهمين باقي عندي اهم موضوع في رايي انا اللي هو اللوفت اللوفت حلال المشاكل اللوفت تبع المفك هذا دكتور يس تاع المفك انا تطبيقي على اللوفت هون اعقد من ذلك بكثير من احكي لك مفك وحرك لي اياه على اليمين واعمل لي فيه فرزه انا جبت لكم اياه على المد ولا على الفاينل هذا على الفاينل دكتور نتكلم بال 3 دي انيميشن كان في الادوبي انيميت المد الفاينل كان في سينما 4 دي هون ما راح اشتغل معك مفك واشتغل معك شيء بسيط راح اشتغل معك اشياء معقده جدا عارف زي ايش زي ديناصور زي كائن فضائي بتقول لي انا بدي اعمل الدكتور بتسوي بتحكي انا بدي انا اشوف انا ما بدي تفاصيل وجهه واظافره اوكي انا بدي المجسم بتحكي لي انا بدي اسويه راح تسويه لاني انا الان ممكن خلال 5 دقائق اعمل لك ديناصور بجنحان اذا استطعت انك تسيطر على اللوفت وتفهم كيف بتشتغل وتفكر بشكل منطقي اثناء بناء العنصر مستحيل اي مجسم يوقف امامك كل شيء راح تستطيع انك تبني طيب خلينا نبلش بمثال جدا بسيط ونشوف قدرة البرنامج اللوفت كيف بتشتغل اللوفت هي بحاجة شوف كل اللي بحكي عنه بيشتغل أساسه لاين اللوفت بحاجة إلى لاين خلاص هيو وهي كمان لاين هون بسيط ونطبق عليه اللوفت بحاجة إلى لاين وبحاجة إلى مجموعة من الأشكال الهندسية اللي بدها تمشي على اللوفت بتحكي لي طب ما أنا قبل شوي كنت أشتغل عليه الموضوع هذا اللي هو السويب بحكي لك السويب كم شكل هندسي كان ماشي عليه أحمد السويب كم شكل كان عليه أنا دكتور أي واحد فيكم يجاوبني السويب اللي اشتغلنا عليه قبل شوي كم شكل هندسي عليه كم شكل هندسي ماشي على اللاين مستحيل شباب ما احنا هسه سويناها مش كنت أحكي له مثلا حرف الـL أحكي له الدائرة أحكي له السلندر أحكي له حرف التي فالشكل اللاين عليه شكل واحد فاهمين شو بحكي؟ دكتور. لا ما هو هيك الوضع سيء نايمين أو مش فاضيين هاي السويب هذا كم شكل عليه اللاين
هذا كم شكل عليه؟ كم شكل هندسي على الخط هذا؟ شكل واحد. واحد. واحد اللي هو الأنجل. طب هيك البايب شكل واحد. أوكي؟ الإتش شكل واحد. اللي أنا بدي أعمله من خلال اللوفت إنه هذا الخط عليه 10 أشكال، عليه 50 شكل، عليه 100 شكل. فهمتوا شو بحكي؟ السويب بتعمل لي خط جيومتري بشكل هندسي واحد، اللوفت بعدة أشكال. يعني هذا الخط اللي هون من أول اللاين لآخر اللاين شكله إتش أو دائرة أو مربع، ممكن أعمله أكثر من شكل من خلال اللوفت، آسف، من خلال السويب لا، لأنها ثابتة. يا بختار هدول يا برسم إشي جديد إلهم اللي هو من خلال الكاستم سيكشن. بينما اللوفت طريقة التعامل معها مختلف، أصلاً اللوفت مش موجودة في الموديفاير ليست، موجودة في مكان آخر. طيب نرجع لللوفت. حكينا اللوفت بحاجة إلى أشكال هندسية. انسى هذا السويب اللي فوق وتعال نشوف الأشكال الهندسية اللي أنا بدي إياها. مثلا سيركل ونخليها أشكال مغلقة، وهي ركتانجل شكلين. خلي لي الركتانجل شوي مستطيل أكثر عشان يبين معي الأداء. نرجع لشاشة البرسبكتيف فيو ونرجع على اللاين ونشوف كيف بدي أوصل لللوفت. اللوفت مش موجودة في الموديفاير ليست، اللوفت موجودة في قائمة كرييت، في قائمة جيومتري، في قائمة كومباوند أوبجكت. قائمة Compound Object فيها بعض الخصائص التي تخص العناصر ثلاثية الأبعاد بالذات. بتحكي لي ليش ما حطوا اللوفت في الموديفاير ليست؟ ما بعرف، لكن هي موجودة مع بعض الخصائص اللي بتخص الأشكال ثلاثية الأبعاد المعقدة في داخل قائمة Create Geometry Compound Object. هيها لوفت. اللوفت بتنزل على مستوى اللاين، يعني ما بزبط أخذ ركتانجل وأنزل عليه لوفت، لا، على اللاين هاي لوفت. صار إشي؟ لا. الآن في اللوفت بسألني هاي السؤال هون، بحكي لك creation method، أنت إيش اللي بدك تعمله؟ get shape ولا get path؟ آسف، get path ولا get shape؟ عندي خيارين، أكون ماسك الشيب وأركب المسار عليه، أو أكون ماسك المسار وأركب الشيب عليه. فعلياً أنا ماسك الباث، فرح أحكي له get shape، لأني أنا بدي الشكل الشيب المغلق، الشكل ثنائي الأبعاد، هاي get shape. وبروح لمين؟ للمربع. أول ما بختار الركتانجل رح يتحول شكل الخط إلى مربع مكعب. تحكي لي طب هذا الحكي أنا عادي، يعني لو في عندي نفس الخط فوق بروح على السويب وبحكي له custom section وبك الريكتانجل بيمشي الحال، صح؟ آه مزبوط. طيب لكن اللوفت في إيش بيختلف؟ اللوفت في إيش بيختلف؟ ركز لي هون بس. في عندي يعني ما راح أقدر أفوت لك زوم إن عليها لأنها ما راح تبين. في عندي كروس لونه أصفر هون من بعيد بين، يمكن هيا هيا، وخليني أطلع معك من المسقط الجانبي. بدك تكون دقيق النظر، هيا هون مبين، مبين معك بس تشتغل. شو بحكي لي هذا؟ بحكي لي إنه الكروس بداية اللاين، واللي اتذكر
أنا بس رسمت اللاين، رسمته من اليسار لليمين. هسا شو باجي بحكي له؟ الكروس هذا دائما موجود على النقطة صفر أو 0%، 0%، ونهاية اللاين كم لازم تكون؟ بما أنه البداية صفر النهاية 100%. فباجي أنا بحكي له مثلا أنه على المسار، هيو على المسار انتقل للنقطة، خلينا نجرب 50%، بلاش 50، أجت عند الخط الأحمر ما بينت، 60%. شايفين هالنقطة الصفراء وينها شباب؟ آه معك، شايفين. أوكي، بحكي له انتقل للنقطة 60% من الشكل وخد get shape شكل الدائرة. بعدين بحكي له مثلا على 100% create I star، ايش يكون حجمها كبير، ارجع للشكل. هلا بعد ما رسمت راحت مني، لان بدي ارجع اشوف خصائص اللوفت، برجع للموديفاير. حكيت له انا هون 100% جيت شيب شكل الستار. الان شو اللي صار معي؟ اللي صار معي انه هاي اف 4 تشو بلاش اف 4 اللي صار معي إنه الخط صار عليه ثلاث أشكال، البداية مربع، وفي النقطة 60% من الشكل صار إيش؟ دائرة، وفي نهاية اللاين على 100% صار ستار. أجمل ما في الموضوع إنه هاي 50% و60% اللي أنا كنت أشتغل عليها، إني ممكن أجي على اللوفت هون أفتحها، يسألني سؤالين، على إيش بدك تشتغل؟ على الباث، الباث هون بدك تيجي، هاي اللي هو المسار، باث لاين فيرتكس، هاي موف. بس هذا نفس اللي اخذناه بالسينما فوردي دكتور، صح؟ بس الشغل بطريقه مختلفه، الشغل بطريقه مختلفه. هاي السؤال الاول الباث انا اخترت، انا الان بدي اطفي الفيرتكس، بدي احكي له بدي اشتغل على الشيب. شوف اخترت الشيب، طب شو اسوي انا الان؟ بدك تمسك الشيب هيو، شوف انا لاني عارف انه هون في 60% هون مسكته، هاي 100%، هاي شكل هون، هنا ثلاث اشكال استخدمتها. خليني اطلع انا وانت على شاشه البرسبكتيف فيو، راح يكونوا واضحين امامك ومضللين. هاي الدائره ممكن احركها، ممكن هذا المربع اللي هون اضلله واحركه، الستار هاي اللي هون ممكن أغير مكانها، يعني هذا أريح شيء. والأحلى من ذلك إنه هذا الريكتانجل، خليني أطفي الشيب وأطفي اللوفت وأرجع للريكتانجل وأغيره. طول ما هذول الأشكال موجودين أمامي، طول ما أنا بإمكاني أعدل على هذا الشكل الهندسي، الشكل الثلاثي الأبعاد. شوف البساطة هاي اللي احنا تحدثنا فيها هي اللي بتتمكن من خلالها من بناء جيومتري معقد جدا، لكن إن استطعت إنك ترسم المساقط الجانبية لهذا العنصر. مين بحكي لي كيف يعني؟ دكتور ما فهمت السؤال، عيد معلش. من خلال استخدامك لللوفت تستطيع رسم الجيومتري الأشكال ثلاثية الأبعاد المعقدة، إن استطعت إنك ترسم المقاطع لهذا الشكل المعقد. كيف يعني مقطع؟ فكر لي فيها ثواني، خلينا نطلع لك صورة على الإنترنت عشان تفهم علي.
المقطع للسلندر شو هو؟ بس أحكي لك أعطيني مقطع للسلندر. آه شباب، معاي أنتو؟ معاك معاك دكتور. معاك. جاوبوني طيب، ما دام أنتو معاي جاوبوني. بحكي لك في عندي سلندر، هاي عندي بوكس. لو قلت لك شو هو المقطع تاع البوكس هذا، هذا شو المقطع تاعه؟ وين راح؟ شو هذا؟ لو قصيته هيك يعني على الحفة بالضبط، شو بيطلع من البوكس؟ لو عملت له سلايس وجبت سكين وقصيته من هون على الحد الأدنى، شو بيطلع منه؟ بيطلع منه زي شريحة أو شو هي؟ شو شكل هالشريحة؟ مستطيل. مستطيل، احكي لي مستطيل. نعم، السلندر لو جبت هذا السلندر وقصيته هيك من فوق، شو بده يطلع معي؟ دائرة. سيركل. دائرة. فشو بقول لك أنا؟ إن استطعت إنك تأخذ مقطع من الشكل، مقطع من الشكل، تستطيع رسمه. يعني هاي في عندي صورة العضلة هاي، لو طلبت منك بطريقة أو بأخرى إنك ترسم المقطع تاع العضلة، شو هو المقطع تاع العضلة؟ احكي لي كاملة. طبعا لا تعطيني التفاصيل تاعت إيد البني آدم، أعطيني مقطع بسيط جدا. الكتاف يعني؟ يا مان يا قلبي، العضلة هاي، هاي هاي العضلة، الجزئية هاي، كل هاي هاي إيدك. أنت تطلع على إيدك من عند كفة الإيد لعند الكوع. لو قلت لك أعطيني المقاطع تاعتها، شو هي المقطع؟ المقطع من إيدك من إيش بتبلش بعد بعد الكفة الإيد؟ مربع، دائرة، مثلث؟ دائرة. طيب الدائرة هاي دائرة بالضبط 100% ولا شكل بيضاوي؟ تقريبا شكل بيضاوي يعني. و... آه بس لأنه شكل بيضاوي دكتور، ممكن تصير دائرة وبيضاوي. آه هسا ما في دائرة، ما يعني ما في جسم البني يعني في الشكل ما في إشي اسمه دائرة. الإشي اللي أنا حبيت أسمعه اللابس هيو تقريبا يعني، هو مش دائرة 100% لكن هو اللابس. العضلة اللي أنت شفتها بتبلش اللابس صغير وفي ذروتها بتكون اللابس بهذا الشكل لو أنت عملت لها مقطع، وفي نهاية العضلة شكل آخر. هذول هم الثلاث مقاطع اللي كونوا العضلة، بتبلش في اللابس صغير مثلا، وبعدين بتبلش تنفخ على طول اللاين وبتعطيني شكل العضلة كامل، وبعدين العضلة بتصغر. أعطيني لاين، كيف بدي أرسم لك إياه هذا؟ إيش راح أقدر أرسم لك إياه؟ هذا بده دروينج تول. الشاشة معكم شباب؟ لسه فاتح صورة العضلة. آه غير. شاشة الديسكتوب معكم صح؟ برنامج البينت مبين؟ لا دكتور، مبين صفحة الويب. هيك؟ هيك بيّن. يعني أنا لو إياك لو بدنا نرسم عضلة، بدك تحكي لي والله هيك إيد البني آدم ومن هون هيك ضخمة، مش شاطر كثير بالرسم، أحكي لك يخلف عليك هذا اللي بدي إياه. أعطيني المقطع لهاي، بتحكي لي هاي شبه دائرة، هاي اللي هون مش دائرة شكلها بيضاوي، وهاي في النهاية بدها تصير دائرة عند الكتف مثلا، بس مش دائرة صغيرة زي هاي، دائرة أكبر. مش كثير شاطر بالرسم، هذا شكل بيضاوي شباب. فهمتوا علي؟ إذا أنت أي شكل شفته قدرت، طبعاً انسى هذا الخط اللي جوا، قدرت ترسم المقاطع تاعته بتقدر تشتغل على اللوفت بطريقة احترافية. فأنا الآن هذا هو مخططي، إنك تستطيع إنك ترسم المقاطع الجانبية للأشكال، يعني فخذة الإنسان، رجل البني آدم، الآن بتقدر تعطيني على الأقل فيها ثلاث أشكال، من الأعلى كيف بتبلش
وبعدين عند بطة الرجل شو بتصير، وعند الركبة شو بتصير، وبعد الركبة اللي هي عضلة بعرف شو اسمها هاي تحت لعند القدم. التفاصيل الجانبية ابعد عنها، الأطراف، كفة الإيد، الرجل، الأصابع، ما إلي فيها الآن. أنا الآن أشتغل على اللفت بحيث أني أحصل على المقاطع الجانبية وأرسم من خلالها. مطرت المي، مطرت المي العادية شباب، علبة البيبسي، علبة الكوكاكولا كالإجزاز أو البلاستيك، بتقدر ترسمها من خلال اللفت؟ ممكن. ممكن. إذا قدرت الآن ترسم علبة بيبسي، مش علبة شو اسمه البلاستيك، عرفتوها؟ انسال التفاصيل تاعت القاعدة تاعتها، هذول اللي زي الأربع أصابع والغطاي انساهم. إن استطعت إنك ترسم علبة بيبسي، علبة بلاش أحكي علبة، مطرة بيبسي، مطرة كولا من خلال اللوفت، أمورك طيبة 100%. طب سهلة يا دكتور. طيب أنا كنت يعني مش لأنك حكيت عنها سهلة، أنا بدي أنزل لك الآن راح أنزل لك assignment ترسم فيها نية بيبسي من الليلة. أرسم لك؟ أيوة، بس عشان بس بدون قاعدة زي ما أنت حكيت. كولا إيش اسمها؟ بوتل، بوتل. أي واحدة من هذول؟ شايف هذول اللي تحت هذول؟ اللي زي الأصابع ما بدي إياهم. الغطاي بتقدر تعملها بس بلفت لحال، هاي كلها بتعملها، هاي بتعملها. فنقي أي شكل من الأشكال هاي واعمل لي إياه، وانتظر مني خلال الساعة القادمة أنزل لك الأسايمنت هاي من خلال استخدام إيش يا شباب؟ اللوفت. لازم اللوفت يعني. قال أنا بدي اللوفت لأنه بكرة بدي أجيب لك ديناصور في الامتحان. إذا أنت ما قدرتش تعمل كاسة مي ومعرفتش تعمل مطرة بيبسي، سلامتك يعني. ما بدك تعمل لي ديناصور أو تعمل لي تنين؟ دكتور خليها ليوم الأحد دكتور. لا هاي اليوم دكتور. طيب كيف يعني من غير قاعدة؟ إيش؟ كيف يعني من غير قاعدة؟ يعني هاي التفاصيل اللي تحت معقدة، يعني فتعمل لي إياها مفتوحة. هذول اللي تحت شايفهم الثلاث أصابع اللي تحت؟ أيوة. إذا بتقدر تعملهم، هي بتنعمل بس صعبة. أنت عارف شو هاي؟ هاي أربع دوائر، واحدة بتكون كبيرة بعدين بتصغر، بعدين بترد تكبر، بعدين بترد بتصغر، بعدين بتصغر بتصغر بتصغر، والغطاي كمان بدها لفت. بس هذا هو اللي بدي إياه، يعني كل العملية ثلاث دقائق. هاي القزازة العادية وينها هاي؟ نفس الإشي، عبارة عن دوائر مش أكثر ولا أقل. تمام دكتور. تمام، خليني أوقف ريكوردينج عشان أعمل لك المحاضرة أبلود عشان تشوفها. رح أعمل لك الأسايمنت لبكرة تسليمها. تمام. طب خليها لبكرة بالليل دكتور. لا ما أنا بكرة بدي أتناقش أنا وياك فيها يا عيني. مين اللي بيحكي؟ يحيى دكتور. يحيى بكرة بدي أتناقش أنا وياك فيها. يحيى 10 دقائق بتخلصها، توكل على الله. ما هو مش هيك دكتور، ما هو عشان عندي اللابتوب في صار في كم مشكله والله في التصليح. ما في مشكله، ما اقرا عليه المعوذات، هذا كله ريكوردد المشكله. باخذش راحتي وانا بحكي، اقرا عليه المعوذات وامورك طيبه. ستوب ريكورد. بدي اشتغل فيه، بدي اشتغل عليه دكتور.